السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال عند لحضرتك في الزكاة. أنا دلوقتي عندي ذهب، لكن الذهب ده ما بلغش النصاب. نعم. عندي أموال اللي هي فلوس عادية خالص، برضو ما بلغتش النصاب. طيب. كيف أحسب الزكاة عنهم؟ الذهب يضم إلى المال الورقي لأن المال ذهب يضم إليه، ومن ثم إذا بلغ النصاب زكي وإلا فلا. سلام.